لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللي كيشوفني اول مره انا حسناء، كنتمنى انك تشتركي وتفعلي الجرس باش هكا دائما توصلي بالجديد. فيديو ديال اليوم تلبيه لطالبكم لوك بوك البنات، حويجات اللي هما بسيط للامانه وللاشاره. انا ما جايش باش ندير عرض الازياء اولا باش نتبوز عليكم، ابدا البنات. اليوم فيديو ديال اليوم غندرتو تلبيه للطلب. بزاف ديال البنات كيقولوا لي اختي حنا راه ما عندناش باش نبدلو، ما عندناش ما نلبسو، وحتى الا شرينا واحد اللبسه كنوليو محفوظين بها. كنشري تريكو وسروال كنسخهم من مول الحانوت، ولكن فاش كنجيبهم للدار ما يمكن لياش نبدلهم مع شي حاجه اخرى، كنولي نرجع الحوايج القدام اولا كنلبس غير ديك اللبسه. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش انكم تقدروا تبدلوا بحويجات اللي هما بسيط. الا ما عندك والو ضروري البنات ضروري ومؤكد انك تشري تريكو في النوار، يعني في الكحل، تريكو في الكحل، سروال في الكحل، وبوط في الكحل. ماشي انت ما عندك حتى شي حاجه وغتنوضي تمشي تشري ليا بوط في الاحمر وتشري ليا سروال في الاخضر وتريكو في الاصفر تقول لي المطرد هو اللي خارج، لا غتاخذيهم ليا، خاص ضروري يكون عندك كلشي كحل باش ملي تبداي تبدلي من الفوق. اولا نوريكم انا بزاف ديال التبديلات تجيك القضيه سهله. مثلا هذا تريكو في النوار بسيط سامبل ما فايتش 140 درهم ولا شي حاجه بحال هكا، الشكل ديالو زويون كما كتشوفوا في هاد لي بايت هادو، وكيجي مع بزاف ديال الحوايج. وسروال الكحل حتى هو خديته من مروه، راه وريت لكم يعني هاد الفيديو تلبيه لطلبكم، وتتم الفيديو ديال مشترياتي انا نوريكم سروال وبوط يعني سامبل كحلين ونوريكم كيفاش غنبدل فيهم. ها انتم البنات كما كتشوفوا هنا سروال في الكحل وهنا بوط في الكحل، يعني كلشي في الكحل سامبل. دابا البنات قبل ما غادي ندوزو للحوايج والتغييرات ديال الحوايج غادي نوريكم كيفاش اننا نقدروا نبدلوا اللبسه غير بشال. وهذا الشيء هادو هما اللي كنتو شفتو عندي عند ماما، اللي كنت خديت من عند ماما، وحمقوكم بزاف منكم مشاو عندها للمحل وما لقاوهمش، يعني راه جابتهم ولكن راه قلال ما كاينينش بزاف. شوفوا لي البنات كيفاش كيجي في اللبسه، غير هذا تقدري ديري هكايا من الفوق كيجي كيحمق. هانتوما كتشوفوا شفتوا ليا كيجي واعر البنات، تقدروا ديروه هكا وتقدروا ديروه على الجهه الاخرى كيف ما تقدروا ديروه هكا، يعني باي طريقه غير الشال كيبدل اللبسه. وهادو البنات راه غلا بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على المحل ديال ماما فين كاين، راه كاين في شارع محمد الخامس حدا خالد باشام تريتور، وحدا مول الجاج ومقابل مع سي محمد مول التواب حدا الفرماسيان البنات ديال ام الرابع، راه باين كاين هاد الشال هذا. انا نوريكم الشيران كامل، يعني غير هاد الشيران هادو كما كتشوفوا كيبدلوا اللبسه. ها انتم شوف، ها انتم البنات كتشوفوا شال زوين كيبدل النظره، كيبدل المنظر ديال اللبسه كيبدل، يعني ها انتم عاد خصوصا الا كنتي لابساه مع مونطو ولا مع شي حاجه وحيدتي كيعطيك واحد القيمه للبسه. هادو راه فنين، ها انتم كتشوفوا ماشي اي شال، ماشي داكشي اللي سواقي. شتو كيجي زوين ياكم، نوريكم الاخر. هانتوما البنات انا الغرض ديالي هو اني نوريكم راه بحويجات بسيط نقدروا نبدلوا المنظر. ها هو شارف الماغون بالنسبه للبنات اللي ما كيعجبهم دوك الالوان فلاشي، هانتوما وكلهم فيهم ديزاين ديالهم شي حاجه اللي زوينه، ماشي داكشي السواقي داكشي مجلخ ومجخنط كي كنقول. شفتوا انا كنحمق على لي شال بحال هكا. هانشوفوا الاخر، شوفوا لي البنات هذا كي داير، هذا بوحديته راه مونطا. شفتوا رائع رائع جدا، ها انتم عرفتوا راه غليظ، عرفتوا البنات فاش بينت لكم هذاك ديال، نقول لكم واحد الحاجه هذاك ديال اللي كنت بينت لكم انا مشاداتو لي اختي ما بقاوش طارو، ملي جات بغاتو شافتو عند ماما ما لقاتوش وصافي خدات لي هذاك. انا براسي مازال ما خديتش، يلاه جابت لي ماما هذو باش نتخير، وصراحه عجبوني كاملين. وملي وريتو هنا في الفيديو كلشي جا عندها كيسول عليهم ما لقاوهمش، قلت لها قلت للبنات مني غادي يجيو غادي نقولها لحسنه. شفتوا البنات كيحمق، وشوفوا لي هذا كلهم كيتلبسوا على دو فاس وكلهم فنين، كاينين اللي غلط وكاينين اللي رقاق. هانتوما لا العيال الكبار ولا البنيتات ولا شي حاجه اللي راقيه جدا جدا، تقدري ديري على راسك تقدري. هادو كيجيو شويه غلاضين على الراس، هادو هاد الموديل يعني بالنسبه للعيالات الكبار اولا بالنسبه الا كانت الشتا والليالي يقولوا لي كيجي، واما هاتي كيسخن الودنين. اما هادوك الاخرين رقاق، انا نديرهم قدامكم باش تشوفوا. هانتوما هاد الغوز دعوا معايا البنات ندير الحجاب
تكونوا نتوما الاولين اللي تعرفوا ان شاء الله. نهار نبغي نديرو غادي نفاجئ كل شيء وغادي نحطها في القناه. شوف واخا ما كنعرفش، المهم انا ديما الشال ديالي دايره بحال هكا بشكل عشوائي جدا. المهم نتوما تعرفوا احسن مني. ودابا ندوزو كيفاش اننا نبدلو اللبسه ديالنا وحنا مازالين لابسين سروال كحل وتريكو كحل. خليكم معايا شوفوا ليا البنات هذا المونطو، هذا هو اللي كنت خديت من مروه صراحه طوب واعر واعر. هانتوما شوفوا فيه هكا صديفات، تقدري تديهم اولا تقدري تخليهم محلولين. هادو راه كاينين في مروه وصراحه زوين، يعني لتحت راه كيما قلت لكم راه بقيت غير سروال كحل وتريكو كحل، ولكن اللبسه كتبدل. يعني خليك لتحت ماشي تشري الالوان وتشري انت ما عندكش، عندك غير واحد. شفتوني انا نشارك معكم حتى المونطو الاخر البيض اللي كنت قيس، اللي ماشي اللي قيس، اللي شريت داك المره اسمحوا وقلت لكم غادي غادي نديرو قدامكم. بلاتي البنات عقلتوا على هذه اللي قلت لكم تنقيسها قدامكم ديال مروه. هاد الطويقي راه كاينين بحالهم في زنقة وهران، غير انا كنت خديتها من مروه. قلت لكم دابا نقيسها قدامكم وتشوفوها كيفاش كتجي. كيجي سكوب زوينه البنات ياكو صراحه، هادي راجلي اللي كنختارها. ودابا ندوزو المونطو الاخر. شوفوا لي البنات هاد المونطو، هذا هو اللي حمقني. شوفوا كي داير، شفتو ما عرفتش باين لكم في التصوير ولا لا، واعر 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 حمقني انا ديال خنيفره وديال الفرار ديال البرد والشتا. هذا هو اللي قلت لكم راه زوين عجبني بزاف، وماشي غير سخون تراه راك لابسه هيدوره ديال السبع شفتو شي حاجه زوينه. هانتوما بدلت شحال من تبديله وانا راني ما بدلتش كاع لتحت ولكن كنت لابسه الالوان بزاف، مع انا من الناس اللي كيعجبوني الالوان، ولكن حتى الكحل كيبقى سيد الالوان. هذاكشي باش كنقول لكم ديما تريكو كحل سروال الكحل غينفعك بلا ما تبقاي وحاصله مع بزاف د الحوايج خصوصا دابا في البرد. هانتوما البنات ملي بديت حيت الكحل لبست هذا في الكري. هانتوما سامبل ما تكثروش عليكم بزاف ديال الحوايج، وهذا حتى هو كنت خديته من ال سي واي كيكي، وهذه حتى هي ديال ال سي واي كيكي. المهم صراحه الكري وهذا المطارد كيجي واعر، انا كنت شفت هذا ملبوس مع واحد التريكو في الكري وما خديتوش. المهم هانتوما كتشوفوا خصوصا ان هنا في داك الموزونه في اللون ديال هذا اللون هذا وصافي. هذه هي اللي كنت لبستها البنات فاش كنت معروضه لداك ليفينمون في كازا ديال الحياه ريجنسي، كتجي لبيسه وما بدلتش السروال وما بدلتش البوط. هانتوما غتشوفوا شفتوا البنات البوط وهذا هاد لافيست كيعجبوني مريحين مع كيطما مع اي حاجه وصراحه جا طوب. المهم نتوما قولوا لي شكون هي احسن لبسه عجبتكم واحسن احسن احسن لوك بالنسبه لهاد التريكويات بحال هكا اللي كيجيو قصارين. انا نوريكم كيجيو قصار ما كيجيوش طوال، ما كيجيوش مريحين بالنسبه للعيالات. هانتوما كيجيوش هكا، شوف ما تديوش عليا راني روينتها. ما كيجيوش مريحين، كتقول لك شي وحده لا انا قصار عليا وهذا. عندي لكم واحد الحيله زوينه البنات، انا مشيت فصلت توب ديال الفورور راه كيتباعوا المانيين توب كاملين، كدير عند الخياط كديري جيلي كيتقام عليك رخيص. نوريكم كيفاش. هانتوما البنات خياط هذا راه كان عندي تقريبا راه ماشي هاد العام، هذا قبل اللي خيطته. شوفوا فيه دوبلور من هنا وجاي عادي، وتقدري انا راه قلت له ديروا لي طول من هكا، غير هو داروا لي راك عارفه الخياطه كيديروا العبار اللي بغاو هما، وسخون وكيجي انيق كيجي زوين، وتقدري تلبسيه وانتي مرتاحه. هانتوما كتشوفوا شفتوا كي جاتكم الفكره زوينه ولا ما زويناش؟ نقول لكم واحد الحاجه واحده اخرى، انا ديجا عندي واحد الكاب. اش غنقول لكم البنات عرفتوا كانت جابتو لي ماما سنين هذه من تطوان من الفنادق، ونورمالمون هو كيتلبس مع التكاشط. ومنو ملي خديت هذه الفكره هذه عرفتي اش غنقول لكم؟ ملي كنكون لابسه شي قفطان يا لاله والطالون داكشي كنكون دايره كتخيل راسي غير شي سلطانه غاديه. عرفتي راه واعر بزاف بزاف كيحمق، وكيما قلت لكم سنين هو عندي ومازال ما عمر ما غيدي موضه. وملي كتلبسيه كتحسي براسك اميره غاديه ملكه والله القسم. انا غنوري لكم دابا وقولوا لي كيفاش جاكم. هانتوما البنات هو جاي بحال هكا ما غاديش يبان لكم مزيان حتى يتلبس. شوف شي حاجه اللي رائعه جدا وقولي لي واش واش
زعما اللي كنت تخيل راسي. هادشي تفكرت، تفكرت غير واحد الفيديو في تيك توك فاش قالك فاش كيصيفطك المعلم شحال هادي ديري تمسحي السبوره ولا تجيبي لي يشرب، كتبقاي مخيله راسك زعما راك دايره شي طايله وانت راه ما دايره حتى لعبه. المهم البنات، ودابا تخيلوا معايا راه زعما نكونوا لابسين التكشيطه ماشي هادشي فهمتوا. شوف ما باينش عاد مزيان، شفتوا هانتوما كيجي بحال هكا، كيجي بحال هو راه كحل كحل وفرو ديالو واعر وكيجي ملبوس بحال هكا وكتجي مع التكشيطه وداكشي. يا سلام قولي بعدا كي جاتني ديك الكليسات وما صوبتها عجبتني ياكو. المهم ما نخليكم الشكل في الاكل. المهم هذا الكاب واعر البنات، الا لقيتوه ديما خذوا بحال هادشي كيجي. راه بصراحه والله الا كنهضر معكم بصح راه كيجي مع التكاشط شي حاجه اللي ما دايرهاش، كتدخلي وانت حاسه خصوصا في البرد، راه في البرد ماشي في الصيف، كتدخلي وانت حاسه بقيمه لان كيجي واعر وكيجي مع التكاشط كاملين. حتى التريكو البنات سولتوني عليه بزاف بزاف، كدرت ليه شي يمكن شي جوج فيديوهات، وهو راه ماشي قميجه مع التريكو، هادو راه لاصقين مع بعضياتهم، حتى هو ديال ال سي واي كيكي، وراه ما طولش البنات كما كتشوفوا راه غير قصير. انا نحيت البوط وبدلت لابساه مع الجين هكايا، راه تقدري يعني ما تقدري تخرجي بحال هكا، راه ما عليك شي جيلي ولا شي حاجه ولا مونطو ولا كيجي الستيل ديالو زوين انيق، وهذا الستيل هذا هو اللي خارج دابا. دابا نزيد شي مرات ندير لها هكا شي حجرات ولا شي حاجه ما كتبدلي، هانتوما شفتوا كيجي زوين. حاجه واحده اخرى بغيت نقولها لكم على هذا الستيل هذا، كنلقى عليه بزاف ديال الهضره، وهذا هادو راه فيه انواع، كاين هذاك اللي كيكون كيبري بزاف بزاف بحال ميكا انا ما نقدرش نلبسو، وفي نفس الوقت هذا انا عاجبني ولكن ما غاديش نلبسو انا بوحديتو يعني تريكو حد هنايا ها وغنلبسو غنخرج به، لا ابدا انا غنلبسو ولكن انا حتى غنلبسو في ليفينمون، راه لبستو مع هذيك داك الفيسه الصفراء راه واصله راه فيت الركبه يمكن فهمتوا، وزيدون انا خديتو كاع كبير عليا، شوفوا لا طاي شحال فيه، فيه 44 ما لقيتش الطاي ديالي والله الا 44 اللي فيه جايني زعما جاي واسع ما جيش جيش قديني انا كثر نردو نقص منه، ولكن ماشي نقص نقص غنردو ناخذ الطاي اللي صغار ساعه ما كفانيش الوقت صافي ما خديتش هانتوما شفتو. وصراحه كيجي انيق في اللبسه وخصوصا هكا مع جلابات قصار والبوط ولا شي حاجه. المهم البنات الفيديو ديال اليوم مش باقا شي حاجه اللي ما من هذا الفيديو هذا، حيت انا ناويه ندير لكم ان شاء الله جوج ديال الفيديوهات، جوج ديال الفيديوهات كما قلت لكم هانتوما، كاين ماشي ضروري ان يكون عندنا غير سروال كحال، كاين سراول اشكال وحدين اخرين بحال هذا ديال اش ام نتوما كتشوفوا ديال اش ام كيجيو بحال هكا، كيعجبوني هاد الستيل هذا كيجيو مريحين. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا البنات، كما قلت لكم كاينين بزاف ديال الحوايج بزاف ديال التركويات، وكيلا لاحظتوا واحد الحاجه راني ما بدلتش الصباط، حاولت انني ما نهرش الصاط، حاولت انني ما نبدلش لي زاكسيسوار. علاش هاد الفيديو هذا بغيت غير نبين لكم بان تقدروا غير تبدلوا لافيست هكايا وتبدلوا غير شي حويجات اللي هما خفاف جيلي فيسته شي حاجه بحال هكا، وغتبدل لكم اللبسه كامله ماشي شرط. ولكن الا بغيتوا يعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات وبغيتوا اننا نديرهم، غادي نديروا فيديوهات واحد اخرين ديال تنسيقات ملابس نبدلو، نديرو هاد الصاك معايش كيجي، كل صاك عندي معايش كيجي مع اللبسه معايش كنلبسو، نجبدو تريكويات اخرين. انا حاولت ندير لكم غير المشتريات اللي كنت خديت مؤخرا صافي فقط، ما بغيتش نكثر بزاف بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا شي حاجه، وغادي نخليكم ما غاديش نقطع الفيديو هنا، غادي نخليكم مع واحد المقاطع كنت صورتهم هكا في مروكو مول في الفا 55، داكشي زوين معنا الذكرى داكشي كيحمق، علاش لا تخضروا عيوناتكم تهلاو فراسكم، ولكن ما تنساونيش من لي لايك ديالكم البنات، لي لايك لي لايك لي لايك باش هكا نعرف الفيديو عجبكم، وندير لكم الجزء الثاني ديال الزاز لوك بوك زاز. يلا خليتكم راحه، باي باي.